الفكرة اللي أنا جاي أقولها النهاردة فكرة كده جديدة ولطيفة بس مربوطة بالإحسان. فكرة إيه؟ احسن على قد ما تقدر في حياتك قبل ما تمشي، طلع الحلو اللي جواك. هتعيش كم سنة يعني يا عم؟ ما أنت كده 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 عايش. طب ما تعيشهم حلو. فاهمين الفكرة؟ يعني أصل هي الناس ما بتحسنش ليه؟ الناس ما بتحسنش يعني كسل، أو الناس ما تستاهلش. طيب تعالى نمسك حاجة حاجة. الصلاة، أنت مش كده كده صليت؟ يعني أنت مش كده كده حصل، مش هو نفس الوقت؟ طب ليه بتصليها وحش؟ طب ما صليها حلو، ما هي هي. ما هو نفس الوقت، طب ما صليها حلو. أنت مش كده كده هتقعد مع أمك وأبوك؟ طب ليه قاعد سرحان ومكلضم؟ طب ما هي هي، ما هو نفس الوقت، يعني أنت مش هتستقطع وقت، عارف طريقة التفكير دي؟ طب ما تخليها حلوة، ما هي هي. انت مش هتقعد مع اولادك؟ طب ما تديهم حنان، ما شويه حب، ما شويه ابتسامه. ما هو ما خلاص، ما انت قعدته. انا ساعات بعمل كامب للاطفال، ففي ولاد يعني مفتقدين العيله ومش يعني وزعلانين ومتضايقين، فانا بعمل معاهم حاجه بتغير اطفال، بيتغيروا 180 درجه. اقول لهم انتوا مش كده كده جيتوا؟ طب ما تنبسطوا يعني، طالما كده بقيت جوه الوقت، طب ما تعمله حلو. وبالتالي طالما كده كده جيت جوه الدنيا، طب ما تعملها حلو. اعملها حلو، طلع الحلو، طلع احسن ما عندك مع الله في العباده، لانك كده كده هتعمل مع الناس اخلاقا، لانك كده كده هتقعد معاهم، مع الحياه اتقانا وابداعا، لانك كده كده هتروح الشغل. يا عم عيش حلو، عيش، طلع الحلو اللي جواك. انت ليه حابس الحلو اللي جواك؟ أصل الناس ما تستاهلش، بس أنت تستاهل. أصل مش شايف إن أنا لو عملت كده. أنت حارم نفسك من أحلى حاجة جواك، إنك تطلع الحلو اللي جواك. الإحسان ده رائع. طب إيه بقى الفكرة اللي أنت جاي تقولها النهاردة؟ جاي أقول لك طلع الحلو اللي جواك على قد ما تقدر، أحسن ما عندك طول ما أنت عايش، لأنك هتفضل فاكره يوم القيامة. يعني ايه هفضل فاكره؟ ذاكرة الدنيا. اسمع الفكرة دي، الفكرة دي جديدة. ذاكرة الدنيا حاضرة بشدة وبمنتهى العمق يوم القيامة وفي الجنة. يعني ايه؟ انت هتعيش الدنيا كم سنة؟ يعني 80 90 سنة، ربنا يطول في عمرنا. طيب والجنة قد ايه؟ ويوم القيامة قد ايه؟ لا يوم القيامة 50,000 سنة. طب والجنة ما لا نهاية. هنشوف صغيرة قد ايه. لكن تخيل، شفت الصغير ده؟ عميق في ذاكرتك في الجنة، حاضر بشدة. ايه ده؟ هو احنا مش هندخل الجنة وننسى الدنيا؟ ابدا. هو احنا مش يوم القيامة خلاص نسينا الدنيا؟ ابدا. عميقة، عميقة في داخلك، مغروسة جواك. الدنيا هي الريفرنس بتاعك وانت جاي للجنة، فاهم؟ انت جاي ومعاك الاكسبيرينس بتاعتك، معاك شهادة الخبرة. ما كانش ينفع نروح الجنة على طول، كان لازم الأول ناخد تجربة الدنيا، عشان هي دي المرجع، الريفرنس اللي جايين بيها، هي دي الاكسبيرينس اللي احنا جايين بيها. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك يا علي ان انت طول ما انت يوم القيامة والجنة، انت فاكر الدنيا بتفاصيلها، وعمال تفكر في كل لحظة كنت فيها في الدنيا وأثرها ايه، وعملت ايه، وسوت ايه. انا عارف ان احنا ما كناش بنفكر كده، خلصت الدنيا ومشيت. معاك، لان هي دي شهاده الخبره، لان هي دي التجربه، لان هي دي تاريخك، لان دي اللي جابتك هنا، ما ينفعش تتشال من تاريخك. تعالوا بقى بعد الكلمتين دول، تعالوا بقى قصص 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 في الاخره وفي يوم القيامه، ونشوف الدنيا حاضره قد ايه. هما اتنين واقفين، هو واقف قدام ربنا يوم القيامة، صورة إيه؟ صورة الصفات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال أحدهم إني كان لي قرين، أنا كان لي واحد صاحبي قوي بس كان ملحد، يقول أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هنقف ونتحاسب تاني؟ قال هل أنتم مطلعون؟ ربنا قال له فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتجدين. على طول قام راجع للريفرنس بتاعه، بدأ يفتكر الأيام، أنت كنت هتضيعني هناك. قام راجع على طول على الدنيا،
قالت الله إن كدت تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن إن هذا لهو الفوز العظيم. وبعدين قامت الآية إيه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. أم واخدك تاني مرجعك للدنيا. يا ناس يا اللي في الدنيا خلي بالكو علشان الموقف ده هيحصل يوم القيامة. أدي أول موقف. تعال شوف الموقف التاني. سأل موسى ربه يا رب من أدنى أهل الجنة منزلة، مين أقل واحد في الجنة منزلة؟ فقال له الله يا موسى ذلك آخر رجل يخرج من النار. ميك سنس يعني منطقي، يعني ما هو آخر واحد داخل الجنة هو. قال ذلك آخر رجل يخرج من النار، يخرج من النار حبوا يخرج منها فينظر إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. ده أوحش واحد مش كده؟ فيقول له الله اذهب فادخل جنتي يا عبدي، فيذهب فينظر إليها فيخيل إليه أنها ملأة، الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، يخيل إليه أنها ملأة، فيعود ويقول يا ربي وجدتها ملأة. فيقول له الله أطرد أن يكون لك، واللي جاي أم عامله للريفرنس مفكره بالإيه، أطرد أن يكون لك مثل ملك فلان من ملوك الدنيا. فاهم؟ يبقى ما تنسيتش، هي معاه، هي حاضرة معاه. انت بتقول الكلام ده عشان ايه؟ الدنيا حاضرة معاك، طلع الحلو اللي جواك، طلع الحلو اللي جواك علشان كله ساعتها الله. طلع احسن ما عندك لان هتكون المفاجأة سعيدة جدا جدا جدا. فقال اترضى ان يكون لك مثل، فقال اتسخر مني وانت رب العالمين؟ قال لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيبدأ يسرح بدماغه مين كان أعظم ملك في تاريخه. إيه ده؟ ده الدنيا جاي معانا، ده احنا واخدينها معانا وإحنا رايحين. فيقول له الله أما ترضى أن يكون مثل لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 خمس مرات. فيقول رضيت يا رب كفاية كده، لأنه بيحيل نفسه. التاني كان عنده إيه؟ ما هو لسه ما دخلش. فيقول له الله لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال. ده مين؟ ده لوح. أنا بس بحكي الحكاية دي مش عشان الموضوع ده، علشان فكرة إيه ده؟ ده أنا مش جاي، ده الدنيا معاك عشان كده طلع الحلو اللي جي. يعني أنا بقولك الدنيا معاك، طب يعني بتقول الكلام ده عشان إيه؟ يا عم الدنيا جاية معاك، كل ما طلعت الحلو هتنبسط أكتر وهتبقى الذاكرة جميلة. عارف اللي جاي بذكريات مؤلمة وذكريات ممتعة؟ يا عم روح بذكريات ممتعة. عارف لما تقعد تقلب الصور وتقول الله الله أما كانت ذكريات حلوة بشكل، يا عم كتر الذكريات الحلوة لأن أنت جاي والذكرى مليانة في دماغك، أنت مش هتنسى الدنيا، أنت واخدها معاك ورايح هناك وحاضرة في ذهنك قوي. طلع الحلو، والله العظيم طلع الحلو، والله كده هتنبسط. فقال موسى يا رب أذلك أدناه منزلة؟ زي ما انت قلت، فمن أعلاه منزلة؟ قال يا موسى أولئك الذين أردت زرعت كرامتهم بيدي. كرامتهم يعني سعادتهم، أنا مسؤول عن سعادتهم. خلي الذاكرة حلوة، حلي الذاكرة. تخيل أن أنت دلوقتي بتعملي ألبوم الذكريات بإحسانك. إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. حلو الشعار ده، إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. يا عم طلع الحلو، يا عم ابتسم يا أخي، يا عم طبطب على الناس، يا عم قول كلمة حلوة، بلاش الدبش اللي بيطلع من بقك ده، يا عم طبطب على الناس. الناس كلها بصيت لي، كلها بصيت. أنت كمان. يا عم صلي ركعتين حلوين، يا عم ما أنت كده كده هتصلي الظهر صليه حلو، ما انت كده كده صليت العشاء يا عم صليها حلو، حلي الألبوم بتاع الذكريات. طب شوف الصورة اللي بعد كده، ربنا بيورينا اتنين جايين يوم القيامة وفجأة كل واحد ماسك كتابه. يعني ايه ماسك كتابه؟ يعني ايه تعرض الكتب؟ وليه مش في يوم القيامة ميزان؟ طب ما خلاص من الميزان كفت حسنات وسيئات، مش في صراط؟ ليه موضوع الكتب؟ الملف بتاعك، الفايل بتاعك، التاريخ ده تاريخك على اسمك. يا نهار ابيض، تطاير الكتب. فاما من اوتي كتابه بيمينه
وأما من أوتي كتابه بشماله. هو إيه الموضوع؟ الموضوع كده يا نهار أبيض. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده خطي. تخيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تخيل يعني إيه ولا صغيرة ولا كبيرة؟ ومش ظاهر وبس، الظاهر والباطن. خليك حلو من جوه قبل ما تبقى حلو من بره. خليك حلو من جوه عشان كله مكشوف يوم القيامة. انت جاي يوم القيامة معاك شريط كامل، شريط كده عليه كلك على بعضك من ظاهرك بس، ظاهرك وباطنك. يا عم خليك حلو، يا عم قلل الغل والحقد والحسد. على فكرة برنامج الفهم عن الله هو تلخيص الحلقة دي. ما احنا طول البرنامج افهم عن الله، طلع الحلو. يا عم طلع الحلو اللي جواك، طلع اجمل، طلع الروح الحلو. حلوة دي اديت لك حتة حلوة، عمالين يخبطوا فيك ويبصوا لك طول الحلقة. طلع بارك لك والله. زكريا دي نصيحة، نصيحة. واللي بره بيبصوا عليك. الله يكبر مصطفى والله. طلع خلي اللي جوه حلو عشان اللي بره يبقى حلو. والله يا جماعة حلقة النهاردة بتقول لك عيش بإحسان، عيش بإحسان عشان الذكريات تبقى حلوة. وبص بقى الآية، أما الآية دي أنا بحبها بشكل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. أنا ها أم دي كنت علي في أولى ثانوي وبحضر درس لشيخ في مسجد مصطفى محمود، وتولد لسه صغير. والله أنا ما زلت فاكر إيده هو بيعمل بإيده كده ها أم. يعني ايه يا ام؟ يا ناس يا هو تعالوا اقروا كتابي. بصوا بصي يا ماما، بصي 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 مكتوب هنا ايه. مش ده انا يوم ما حضنتك، ده الذاكره حاضره جدا. ايه بصي علي مش ده يوم ما قمت لي من على الكرسي قلت لي اتفضل انت اقعد يا بابا. ايه ده؟ دي طبعا عمرك ما لا عملها لسه عاملها والله. والله العظيم والله لسه عاملها والله. انا افتكرتها دلوقتي عشان لسه على الاكل النهارده عملها معايا. ايه ده؟ بص يعني اهو ده صبري على عاصم، اهي مكتوبه، اهي مكتوبه. وحبيبه بتقول لي وهيبقى في كتابي انا كده. ام اقراوا كتابي. ام بصوا اهو الركعتين اهم. ايه ده؟ ايه يا امك اقراوا كتابي؟ يقعد يلف على اصحابه وعيلته. بصوا مكتوب ايه؟ لا بصوا الصفحه دي، تخيلوا اهي موجوده اهي. ده انا كنت فاكر محدش شايفها، اهي مكتوبه اهي. اولا تخيل حبك لربنا يوميها. الحلقه دي احنا في لسه في منزله الحب لله. يعني الحلقه دي بتخبط في حاجتين. انت متخيل؟ انت اصلا في حاجات نسيتها في الدنيا هتفتكرها يوميها، الا الذنوب هتنساها لو انت من اهل الجنه. مسحت ما هي ليله القدر اسم الله العفو، مسح تنساها يوم القيامه ما حصلش. والناس نسيتها والملائكه نسيتها وربنا مش هيعاتبك عليها، احنا دخلنا الجنة خلاص. ايه ده؟ يعني انت عايز تقولي ان ذاكرتي في الجنة هي بس الاحسان فقط؟ ليه الكتاب فاضي؟ ليه؟ ما هو بقى هيتمسح حاجات وحشة كتير. طب ما كان يتملي احسان. ليجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. طالما حاولت تحسن يرفع لك الافرج بتاع حسناتك التانية كلها لاعلى درجة انت احسنت فيها. لو بديت احسان يلا كله في نفس الافرج، فإيه أحسن مرة عبدت ربنا فيها؟ رمضان 2024 العشرة الأواخر، كل رمضانات تاخد ثواب رمضان 2024. فتبص تلاقي طلع الحلو اللي جواك، أنعش الذاكرة يوم القيامة، افرح يوم القيامة بالذكريات الحلوة، افرح في الجنة بأحلى الذكريات. ها أم اقرأوا كتابية. والعياذ بالله التاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. لأنه فاكر في إيه؟ لأن الذاكرة حاضرة. ذاكرتك في الجنة حاضرة جدا بكل اللي حصل في الدنيا. أنت مش هتنسى الدنيا، أنت جاي يوم القيامة وفاكر الدنيا بشكل قوي جدا جدا جدا. طب شوفوا القصة اللي بعدها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دول مين؟ دول أهل الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أنا كنت دايما بدعي البابا أنه يكتب من أهل الجنة. أنا كنت مشفق على أخويا قوي، خايف عليه من الذنب الفلاني، خايف عليه من الصحبة الوحشة. إيه ده؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنت دايما بجمع العيلة عشان نعبد ربنا في الليالي دي من شفقتي عليهم. كنت بجمع ولادي وحاول أقربهم من ربنا من شفقتي عليهم.
ايه يا جماعه ده دي حاضره قوي. ده انت فاكر كمان الاحاسيس، ده انت فاكر الاحاسيس الحلوه. كان احسان دي للاهل بقى، دي حته للاهل. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقانا كلنا. إنا كنا من قبل ندعوه، يا ما دعيت لماما، يا ما دعيت لأخويا فلان. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. أول مرة تيجي اسم البر مع العيلة. اسم الله البر جه هنا. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يوم ربنا يعمل معهم إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. دايما الباء في اللغة العربية للطبعية، يعني مش مؤمنين قوي يعني. بس هي الجنة ازاي من غير لمة العيلة؟ عشان دي ذاكرة الدنيا، ما هي الذاكرة كده فيها، وهو يستحق، هو فوق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أحد العلماء يقولك دي أكتر آية فيها رجاء في القرآن. ألحقنا بهم ذريتهم. الله، عمتك اللي ما كانتش عاجباك دي وكنت دايما مش مبسوط منها، هي اللي هتجمعك في الجنة وهي اللي هتعليك فوق. ألحقنا بهم ذريتهم. كنت بتتخانق مع ماما كتير مش كده؟ طب هي دلوقتي اللي هتشدك فوق. ألحقنا بهم، ألحقنا بهم ذريتهم. جدك اللي انت ما شفتوش كان بيدعي لأحفاده قبل ما يموتوا ما شافكش، ألحقنا بهم ذريتهم. يا ربنا حنين قوي. شفتوا هي كل ده في منزلة الايه؟ منزلة الحب. ايه ده؟ ده طلع ان ذاكرة الدنيا تبقى موجودة في الجنة، ده من حب الله لنا. تعالوا افرحكم باللي انتوا عملتوه. عارف لو نسانا الدنيا ما فرحناش باللي احنا عملناه. تعالوا افرحكم، مش هنسيها لكم، هتبقى موجودة. دي جزء من الخبرة بتاعتك. كان لازم فعلا ننزل الدنيا، ما كانش ينفع ندخل الجنة على طول. كان لازم نيجي الدنيا الاول. ما ناخد التاريخ بتاعنا ازاي معانا؟ ما نجمع الذكريات الحلوة ازاي؟ الإحسان يا جماعة، الإحسان يا جماعة، طلعوا الحلو يا جماعة. عيش بإحسان. إنوي أنا عايز أعيش بإحسان يا رب. أنا هكمل، مش مسألة إن أنا خدت ثواب ليلة القدر ومروح، أنا هاخد أحلى ما عندي. أنا عايز ذكريات حلوة في الآخرة. عايز ذكريات حلوة في الجنة. فتخيل بقى العيلة كلها تطلع لدرجة إيه ده؟ بس جدك عايز ابنه. اللي هو جدك، بس جدك في منزلة أعلى. إيه العيلة دي؟ ايه العيله الجامده دي اللي عماله تطلع لفوق دي؟ فهمت الايه، ذريه بعضها من بعض ما لا تشد بعضها. رائع القران. نفسك في ايه بقى في الاخر؟ الله. طب سؤال بقى، طالما جبت بقى حكايه الناس اللي بتاخد بعضها، طب والصحاب يشدوا بعض لفوق؟ طبعا. طب وجبتها منين؟ جبتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله. ما عملش حسنات تطلعه غير أن ده صاحبه. فتخيل أنتوا كشباب كده وسفراء الإحسان، شوفوا عددكم كام، 200-300 واحد، ففي ناس بقى إيه درجاتها أعلى من درجات، فعملين ياخدوا بعض الفوق، فده يطلع، بس في لسه واحد فوق، فياخد دول، فدول لهم صحاب دول، فياخدوا. الله. وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرة، يعني مجموعات. طب وليه زمرة؟ طب ما كل واحد يروح لوحده. لا، ما هو عشان ذاكرة الدنيا. ما هو عشان كانوا صحاب في الدنيا، فاللي مالوش صحاب كويسين، أنا بقى داخل الجنة، أنت رايح فين الملائكة؟ أنت رايح فين؟ أنا داخل الجنة، فين صحابك؟ صحابي في النار، رايح فين لوحدك؟ لا، زمرة. فعلي انت وصحابك، فانت حريص، كنت مشفق على اصحابك، فبتاخد بايديه. عشان كده لو بتحب حد خد بايده لربنا عشان تدخله زمرة. الله. طب والناس اللي احسنت في الدنيا زمرتها ايه؟ زمرتها الصحابة، زمرتها سيدنا ابو بكر وعمر، لان ربنا بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، السيده خديجه بقى والعشره المبشرين بالجنه وخالد بن الوليد وسيدنا بلال وعمر بن الخطاب والسابقون، سوره التوبه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وادخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يجوا مع بعض. الله. بس انا أهلي في درجة تانية، وأنا كنت من المحسنين، فأنا جيت مع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يجوا معك، ألحقنا بهم ذريتهم، فتبقى منيت على أهلك بالفردوس الأعلى.
حلوة الفكرة. حلوة فكرة ذاكرة الدنيا. حليها بقى بالله عليك يا جماعة اللي بتشوفونا، مش مسألة خدت ليلة القدر وروحت وخلص رمضان ومع السلامة ورجعت زي ما كنت. حليها حليها، طلع طلع الحلو. حلي ذاكرتك في الجنة، حلي ذاكرتك في الآخرة. اقف يوم القيامة فرحان، اقروا كتابي اهو، افرحوا بكتابي انا فرحان. ها ام اقروا بصوا كتابي اللي انا قلته لكم، دول 6 صور لولا وقت الحلقة عندي 20-30 صورة جبتهم منين؟ كل واحد فيكم يرجع يقرأ القرآن هيلاقي صور لا نهائية لانعكاسات الدنيا على الجنة. جميلة الفكرة؟ أنا فرحان بالفكرة دي ليه؟ أنا طلعتها فجأة. أنا مرة قاعد إيه ده؟ بقرأ القرآن، إيه الآية دي؟ الله، طب إيه الآية دي؟ طب إيه الآية دي؟ أيوة هي دي ذاكرة الدنيا حضرة معاك يوم القيامة. القاعدة آخر حاجة، أحسن في كل لحظة في حياتك، فإن ذاكرة الدنيا حاضرة جدا قوية جدا في آخرتك وفي جنتك. حد عنده أي تعليق؟ حلو الكلام؟ حلو. يلا بينا، شكرا يا شباب، يلا نكمل مع بعض. يلا يا وليد، تعال يا وليد. شكرا يا جماعة، تفضلوا. يا دكتور اهلا 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 بحضرتك. حلوه الفكره، جميله جدا. انا قلت هاجي بقى الفقره المزعجه بتاعتي، عندي سؤالين. قول يا وليد. مش هطول عليك، حضرتك كنت بتتكلم على البواطن وباطنك معاك وان ربنا اعلم بالباطن، فكنت عايز اسال حضرتك، انا بتحاسب على الباطن بتاعي سواء بالخير او بالشر ولا ده بتاعي؟ خيرك مثاب عليه لانه نيه، والبواطن الشر والوساوس والخواطر السيئه ولا عليك حاجه. لما نزلت الايه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، صعب قوي جدا، كويس. فنزلت الآية اللي بعدها، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فرفع ربنا الخواطر السيئة من الحساب، اللهم لك الحمد. وبقت خواتيم سورة البقرة احنا بنحبها عشان كده، عشان كده. يعني أنا مجرد نية الخير حتى لو ما لحقتش أعمله، نية الخير طالما نويت أنك عايز تعمله وما لحقتش تعمله أو ما قدرتش تعمله، تمام، خدت ثوابه. الله يبارك. الله. طيب، بما ان الحلقه بتتكلم على ان انا اطلع الحلو اللي جوايا وكده، حتى في التعامل مع الناس، الناس نوعين، ناس بتفترض الخير وان الناس كلها حلوه لحد ما يثبت العكس، وناس تانية ماشي في السيف سايد، انا كل الناس وحشه لحد ما اطمن ان انت كويس وعديك بكل الاختبارات اعملك ان انت كويس. حضرتك بتميل لانهي ناس؟ هي مش كده بالظبط، هي في وزنه، الوزنه بتقول انا الاصل ان انا ماشي بالاحسان وبطلع الحلو اللي جوايا، بس انا مصحصح. حلو. ايوه فهمت. وبالبلدي مطقطق. وبالبلدي اكتر مش على نياتي. لا، يقول عمر بن الخطاب لست بخب، يعني خبيث، ولا يخدعني الخب. الله، ده سيدنا عمر. انا مش خبيث، انا بطلع الحلو. ما هي القاعده، بس هي بس حريص، يعني اللي هو انا مش خبيث، انا بطلع الحلو اللي جواي، بس ما فيش خبيث يضحك عليا. اللي هي مصحصح مدقدق مدقدق، هي اللي انا قلتها لك. شكرا يا دكتور. شكرا يا وليد حبيبي.